بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد حياكم الله ايها الاخوه والاخوات في برنامجكم تربيه العظماء. كما ذكرنا سابقا اننا نهدف من خلال هذه الحلقات الى الماحات حول جوانب العظمه والتميز في شخصيات هؤلاء الرواد وجوانب التربيه التي تصنع هؤلاء العظماء والوعي التربوي والفقه التربوي الذي يصنع هؤلاء العظماء. اليوم نتحدث عن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه. لما جلس الامام الشافعي وهو الامام العظيم الكبير القرشي المطلبي لما جلس في بدايه طلبه للعلم بين يدي الامام مالك بن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه. جلس بين يدي هذا الشيخ العظيم الجليل يتلقى منه العلم. وقرأ عليه موطا الامام الذي جمعه في سنوات طويله لما رأى الامام مالك من موفور عقل الامام الشافعي وذكائه وحده ذلك الذكاء وجوده قريحته وطلاقه لسانه وحلاوه بيانه وما رأى له من موفور الذكاء والموهبه قال له كلمه جميله عظيمه وهي لفته مهمه جدا في جانب من جوانب التربيه لشخصيه العظماء. قال له يا بني اني ارى ان الله قد قذف في قلبك نورا، اني ارى ان الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمه المعصيه. هذا جانب من جوانب التربيه المهمه وهي جانب التربيه الايمانيه، جانب التربيه الايمانيه وبناء وتقويه الصله بالله عز وجل. ان تربيه العظماء لا تقتصر فقط ايها الاخوه والاخوات على تنميه الجوانب العقليه والجوانب الفكريه وجوانب النبوغ والذكاء. ان الذكاء من دون ذكاء هو وبال على صاحبه في الدنيا وفي الاخره. كما قال الامام الذهبي عن ذلك آه الذي قد انحرف في فكره ابن الراوندي لقد اوتي ذكاء ولم يؤت زكاء. وكان من أذكياء العالم. الإمام الشافعي جمع الله له الخير كله، فقد كان موفور الذكاء حسن البيان واسع الفهم وسريع الحفظ وقوي الذاكرة، فلفت الإمام مالك أستاذه وشيخه لفت انتباهه إلى جانب مهم في التكوين الإيماني وبناء الشخصية وصناعه العظماء الا وهو الجانب الايماني قذف الله في قلبك نورا اقبال على الخير حب للخير سرعه في الحفظ قوه في الاستعدادات تمكن في القدرات وسعه في هذه القدرات حينها ينبغي على الانسان ان ينتبه لهذه النعمه العظيمه التي اعطاه الله اياها فلا يصرف هذه النعمه ويمحق بركتها بالمعصيه إن هذه الأنوار التي في القلب تطفأ بمعصية الله عز وجل، وقد ذكر ابن القيم صورا كثيرة لشؤم المعصية ولتأثيرها على العقل وعلى النفس وعلى الروح وعلى الجسد وعلى العلاقات وعلى حتى البيئة من حولنا. قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وقبولا لدى الخلق ولدى الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كذلك السيئة لها كآبة على وظلمة في الوجه وظلمة في القلب ووحشة في القلب وأيضا تمنع الرزق وإن الإنسان ليحرم الرزق بالذنب يصيبه كمن في مسند الإمام أحمد إذا المعصية سبب لأطفاء نور الهداية الإيمان العلم النباهة علينا أن نحرص في تربية أبنائنا وبناتنا وطلابنا على أن يعمروا قلوبهم بالإيمان ومحبة الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.